السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ بتحس بحرقان في البول او تقطيع في البول؟ بتحس ان انت لسه ما خلصتش اللي هو في حزقة كده وبتستنى كتير في الحمام وفي بس مفيش؟ بتنقط في البول؟ تنزل نقط؟ بتطول كتير قوي عشان تخش تعمل نمبر 1؟ بتحس بألم في الخصية او ألم في المنطقة اللي هقولك عليها دي اللي هي تحت السرة من ناحية الشمال؟ عندك سرعة قصف؟ كده بنسبة 99% انت عندك احتقان في البروستاتا، وده بيجي نتيجة لتجمع السوائل الكتيرة جوه البروستاتا فبيعمل لي التهاب فيها واحتقان. تخيل كده بيبقى فيه مجرى بول وحاجة ضغط عليه، بالوصف البلدي الطبيعي ده اللي بيحصل بالظبط. بتيجي نتيجة العدوى، نتيجة امساك، نتيجة المنبهات الكتير او التدخين او بهارات. لو بتحب الشطة، كتر الشطة يجيب بواسير ويجيب بروستاتا. لو بيجي لك برد وانفلونزا كتير، دي علامه ان مناعتك قليله فهيحصل لك الموضوع ده. وللشباب طبعا الافراط في السيكو سيكو. لو عندك جفاف ما بتشربش ميه كويس، احرص ان انت تبقى ماشي وزمزميتك معاك، بالذات في الجو الحر اللي احنا فيه ده بنسيح. لو عندك نقص في الزنك، ببساطه شديده ايه العلاج؟ في علاج ان انت اول حاجه لازم تروح لطبيب مختص في المسالك البوليه ويكشف عليك ويوصف لك الدواء المناسب ويعرف انت عندك ايه بالظبط. وفي علاج تاني اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده، علاج بالتغذيه وعلاج من البيت او بادويه بسيطه من الصيدليه. اول حاجه الحبه السوداء او حبه البركه مفيده جدا. طب اخدها ازاي؟ هتحطها على شويه عسل وتسفها كده زي ما هي على الريق الصبح. البصل بالذات الاخضر مفيد جدا لحالتك. البطيخ، وده العصر والموسم بتاعه. البطيخه وصلت 150 جنيه بس هنصبر، ممكن نشتري بالنص بطيخه كتير برضو. بذور اليقطين زي ما اتكلمنا عنها في فيديو مخصوص قبل كده لوصف الحالة دي، بذور اليقطين اللي هي اللب الابيض، واظب على اللب الابيض ويكونش بملح. هي بتيجي نتيجة نقص زنك، فببساطة شديدة خد زنك او خد اكل فيه زنك كتير مثلا زي البيض او الجرجير. قلل من الوجبات السريعة وانزل اتمرن، يعني تابعني من الاخر كده. ما تقعدش في مكان فترات طويلة، قوم حرك نفسك، حاول على قد ما تقدر تفرغ كل البول بتاعك في الحمام. اوعى تحبس البول بتاعك لمدة طويلة. في بعض الناس كده بتقعد بالليل تحبس البول بتاعها عشان مكسل ينزل من السرير يروح الحمام يفرغ البول بتاعه ويرجع، وعمال يتخيل بقى طول ما هو نايم تقريبا ما نامش، عنده أرق طول ما هو نايم، عمال يتخيل هو انا لو فضلت حابس البول لغاية الصبح مسنت هتنفجر ولا لا. خلي بالك لازم تفرغ البول اول باول. هتقلل المنبهات زي الشاي والقهوه طبعا، والخضار وفاكهه كتير. في دواء بيتجاب من الصيدليه معمول من حاجات طبيعيه اسمه بيبون بلس، ده معمول من حاجه اسمها البامكن سيدز. البامكن سيدز دي اللي جايه من قرع العسل، يا اما تاكل قرع عسل يا اما تجيب الدواء ده. كمان فيها حاجه اسمها البلميت المنشاري او السو بلميت، وما تسالنيش ده يعني ايه عشان مش عارف. وفيها حاجه ثالثه اللي هي الزنك اللي هو احنا مستنيين وعايزين ناخده. ولو اكتشفت ان عندك نقص زنك وعايز زنك كده من الصيدليه، في دواء زنك بس اسمه اوكتوزينك، خد واحده في اليوم قبل النوم. بس خلي بالك دواء البيبون بلس ده ما تاخدوش قبل ما تروح لدكتور يعرف الهيستوري بتاع حالتك كلها عشان يوصفه لك صح. ممكن يبقى عندك حساسيه من اي مكون من مكوناته، مثلا من البلميت المنشاري ده، هو مفيش هيبقى حساسيه غير منه اكيد يعني. تاخده ازاي؟ تاخده لمده 6 ايام مره في اليوم مع الاكل وبس كده. كان معاك دكتور محمد اسماعيل، قناه كبسوله التغذيه. اعمل فولو ولايك وشير، اعمل سبسكرايب للقناه دلوقتي واعمل لايك، شير الفيديو عشان الناس كلها تستفيد زيك. سيب اسئلتك في الكومنتات واكتب لي في الكومنتات انت عايز نتكلم على ايه ان شاء الله الفيديو الجاي، لان ده موضوع الناس طلبته. ابعت لي رساله على الخاص لو عايز حد يتابعك في التغذيه بتاعتك، صحتك النفسيه وفي الرياضه او التمرين بتاعك كمان. المتابعه بتبقى معايا انا شخصيا، متابعك عن طريق الواتساب لغايه ما بتوصل لهدفك ان شاء الله. لو عايز تخس او تتخن او تعمل فورمه عشان الساحل قرب خلاص، اتمنى اكون فدتك. شكرا.